شوط أول كان بمستوى متواضع جدا، لم نشهد فيه الشيء الكثير. الجمعية المحلية استحوذت على الكرة من دون فعالية، وأتلتيك بارادو اكتفى بالدفاع. إلى غاية هذه اللقطة التي أثارت الكثير من الجدل، نيال يعلن عن مخالفة لجمعية تشلف على بعد 20 متر، تنفذ تسجل، ونيال يقول يعاد التنفيذ أمام دهشة الجميع واحتجاجات كثيرة على رفض هذا الهدف. لماذا رفض الهدف؟ هذا هو السؤال الذي طرحه كل من كان في الملعب، والاحتجاجات والصور المؤسفة مع نهاية الشوط الأول كانت حاضرة. ميال وجد صعوبة كبيرة في التحكم في مجريات هذه المباراة، وصفر كثيرا، وقرارات أثارت الجدل خاصة من جانب فريق جمعية أشلب. أتلتيك بارادو كالعادة لا يتأثر، يلعب الكرة الجميلة ويخلق الفرص بهذه الطريقة الجميلة. غراب، آدم زورغان، وكذلك بوزوك والبقية تفننوا في خلق الفرص، بينما جمعية تشلف كانت متأثرة بغياب هداف حقيقي. تعددت الفرص في الشوط الثاني إذن للأتلتيك، وقادر يجسد واحدة من هذه الفرص ويسجل الهدف الوحيد في هذه المباراة بهذه الكيفية. بعد ذلك جمعية تشلف رمت بكل ثقلها في الهجوم، ولكن لا هلال ولا بالجلالي تمكن من تعديل النتيجة، بينما بوزوك كان بإمكانه أن يضيف الثاني بهذه المخالفة. الجمهور طلب بدخول قدوش شريف، ولكن هذا الأخير لم يغير شيئا في سيناريو الشوط الثاني الذي كانت فيه الاحتجاجات أيضا كثيرة فوق أرضية الميدان وعلى خط التماس أيضا. أتلتيك بارادو اعتمد على الهجمات المعاكسة التي كادت أن تأتي بالجديد، والاحتجاجات أيضا، والمطالبة بضربة جزاء في آخر كرة في هذه المباراة.